اوكي، اذا طلابي هلا ركزوا معي هلا دقيقه بس معكم. فيوتشر فورمز، اشكال المستقبل. في عندي ثلاث اشكال، اذا مثل ما حكينا فيوتشر فورمز اشكال المستقبل هي شو؟ سمبل فيوتشر، المستقبل البسيط. المستقبل البسيط اللي بيتالف من ايش؟ نعم، يتالف من ويل زائد فيرب 1، ويل زائد المصدر. الشكل الثاني اللي هو بي جوينج تو بلس فيرب 1. البي جوينج تو طبعا المقصود بالبي هو الام ويز وار، يعني اجباري بدي احط اما ام او ويز او ار. اوكي، والبريزنت كونتينوس حاضر مستمر هو شكله سبجكت ام ويز ار ام او ويز ار زائد فيرب مضاف له ان جي زائد تتمه الجمله. هذا شكل الحاضر المستمر بريزنت كونتينوس. اوكي، انا كيف بدي اميز بين هذه الاشكال الثلاثه؟ اوكي، بمعنى اخر متى استخدم الحاضر المستقبل البسيط ومتى استخدم البي جوينج تو ومتى استخدم بريزنت كونتينوس؟ يس، ركزوا معي هلا. السمبل فيوتشر المستقبل البسيط قال يستخدم فور بريدكشنز. ليش يستخدم فور بريدكشنز؟ للتنبؤات. ليش؟ للتنبؤ. مثل اكزامبل، I expect it will be sunny tomorrow. I expect، أنا أتوقع. أتوقع هذا نوع مجرد توقع أو التنبؤ. It will be sunny، سيكون مشمسا tomorrow غدا. أوكي، طيب هاي بالنسبة إذا للمستقبل البسيط، إذا يستخدم من أجل إيش؟ التنبؤات، predictions نسميناها. أوكي، أما البي جوينج تو، البي جوينج تو فتستخدم for plans and intentions، من أجل الخطط والنوايا. الخطط والنوايا، يعني واحد عم يخطط أو عنده نية يقوم بعمل ما، فنستخدم شو؟ البي جوينج تو. تمام؟ طيب مثال على ذلك، مثال example، هند is going to win next time. هند، الهند سوف تفوز next time في المرة القادمة. هلا هي عم تخطط، اوكي، في عندها نية او خطة انه تفوز، to win next time، المرة في المرة القادمة. اوكي، فالبي going to is used for plans and intentions، اذا مستخدمة او تستخدم لاجل الخطط و النوايا. استاذ هون مو كمان مثل التنبؤ انه هي عم تتنبأ انه راح تنجح؟ لا لا، هون تختلف شوي، بتختلف التنبؤ. التنبؤ هو توقع يعني، تمام، اما هون هي عم بتخطط. اوكي، في عندها خطه او نيه انه ايش تفوز. طبعا الخطه تختلف عن التنبؤ. اوكي، التنبؤ يعني هلا وقت الجمله الاولى انه شو، عفوا بالمثال، مثال اول ان انا اتوقع it will be sunny tomorrow، اتوقع بانها ستكون مشمسا غدا، ممكن تكون مشمس ممكن ما. اوكي، ما يصير في sunny يعني شمس. اوكي، اما الخطه هي عم تخطط لتفوز. اوكي، فهي عندها خطه للفوز. طبعا يختلف كثيرا الخطه وعن التنبؤ. هلا في عندك تشابه بين البي جوينج تو والبريزنت كونتينوس، ركزوا معي هلا بالشكل الثالث والأخير. The present continuous، الحاضر المستمر، هل يستخدم for future arrangements. لاحظوا هون التشابه هلا بين ال be going to بين ال present continuous. ال be go، إذا ال present continuous حاضر مستمر يستخدم لترتيبات مستقبلية for future arrangements. يعني تقول لي أستاذ طيب هلا ال be going to هي خطة وهي نية مو نفسها أو قريبة للترتيبات، صح؟ البي جوينج تو من ناحية المعنى في تشابه، لكن لاحظوا هلا مثلا الترتيبات المستقبلية بتكون أكثر دقة، محددة بشكل دقيق أكثر، وعادة ما يذكر المكان والزمان. تمام؟ غالبا نذكر الزمان والمكان وقت نستخدم إيش؟ لبريزنت كونتينوس، الحاضر المستمر. مثال على ذلك، إكزامبل، I'm seeing the doctor، يعني أنا سوف أرى الطبيب tomorrow morning، راح يروح لعند الطبيب، وصباح الغد at half past ten، الساعة 10:30. أوكي، لاحظوا هون عم يرتب ترتيب مستقبلي دقيق. أوكي، بالبريزنت كونتينوس ما هي مجرد خطة، هي عبارة عن ترتيب ومفصل بدقة.
يعني هون انا بزيد شغله عن البريزنت كونتينوس، بزيد امر اخر مشان تميزوه على البي جوينج تو، انه هون بيعطي ترتيب ادق. اوكي، في عنا يعني الدقه هون بمعنى اخر، في عنا ترتيب يعني عاده ما نذكر الزمان والمكان، اوكي، او ترتيب اكثر دقه. تمام طلابي؟ ايه تمام استاذ صحات. طيب هيك تقريبا هيك بنكون انهينا اشكال المستقبل future forms. تمام، في عندي بس ملاحظة أخيرة. أوكي، في حد any question؟ في حد عنده أي سؤال عن الأشكال الثلاثة للمستقبل؟ any question؟ لا أستاذ كل شيء واضح. أستاذ بس الأس الأولانية هي شو نعمل فيها؟ الشكل الأول simple future. لا بالشكل الثالث محطوط بين قوسين S زائد N زائد بعدين is و R. بالشكل إيه تمام. Present continuous قصدك الاس هي يعني انا عم بعطيك بس لمحه عن الحاضر المستمر، فاعل subject زائد ام او از او ار زائد فيرب مضاف له ing. شو هذا الشكل؟ شكل شو؟ المستقبل عفوا الحاضر حاضر مستمر. تمام احسنت يا محمد. اذا الحمزه الحاضر المستمر. اوكي هذا شكل الحاضر المستمر. الاس هي subject مضيفه يعني؟ لا لا ما مضيفه، هاي بس شكل المستقبل الحاضر المستمر، شكل الحاضر المستمر بس مراجعة هي. نعم any question؟ هلأ صرنا نعرف نميز بين الـ simple future المستقبل البسيط اللي هو الويل زائد مصدر، عن الـ be going to زائد المصدر، عن الـ present continuous الحاضر المستمر. اي تمام استاذ. تمام، يعني برجع بعيد بشكل سريع، simple future مستقبل بسيط بيعبر عن تنبؤ. اوكي بيعبر عن التنبؤات. هلأ بدي اعطيكم كلمات بتدل على التنبؤات، ومن ضمنه طبعا ذكرنا نحن كلمة أو فعل expect. expect يعني يتوقع. الـ be going to بيعبر عن خطط for plans and intentions، بيعبر عن خطط ونوايا. أما الـ present continuous الحاضر المستمر فبيعبر عن future arrangements ترتيبات مستقبلية. ملاحظة هلأ نوت، لا ملاحظة أو قاعدة، نستخدم مع المستقبل البسيط مع simple future هذا شايفينه will زائد verb will زائد مصدر الأفعال والظروف التالية. يعني هاي الأفعال والظروف التالية وين من شفناها؟ أوكي فهي شو هي؟ بيكون مستقبل بسيط، ما هيك؟ ما بنستخدم مستقبل بسيط. تمام، ما بنستخدم be going to أو الحاضر مستمر present continuous، نستخدم حصرا الويل زائد المصدر. شو هي الأفعال؟ think يعتقد، expect يتوقع، predict يتنبأ، definitely بشكل مؤكد، مؤكد probably، probably من المحتمل، possibly من الممكن. تمام possibly إمكاني يعني من الممكن. تمام مثلا laptop، laptop will definitely get cheaper. شو يعني هاي الجملة؟ لاحظوا هون استخدمنا will مستقبل بسيط. اللابتوب، اللابتوب هي لابتوبس، لابتوبات يعني will definitely سيصبح أرخص في المستقبل. نعم استخدمنا المستقبل البسيط will definitely سوف بشكل مؤكد، get cheaper يعني تصبح أرخص، لابتوب يعني لابتوبات سوف تصبح أرخص بشكل مؤكد. أوكي تمام. مثال آخر. إيه تمام. I predict أنا أتوقع أو أنا أتنبأ you will be a doctor، سوف تصبح طبيبا، سوف تصبحين أو تصبح طبيبا أو طبيبة when you are older عندما تكون أكبر، يعني عندما تكبر بمعنى آخر. أوكي هون أيضا استخدمنا المستقبل البسيط الويل زائد المصدر. نعم نكون أنهينا درسنا اليوم إن شاء الله. أوكي